يما ان تهدأ الامور وتتضح الاوضاع وكذا وكذا، ياتيك سراق الجهود. سراق الجهود، تجربة ماضية ربما إلى يوم القيامة لا سمح الله. الجزائريون استشهدوا من أجل الاستقلال، رتبت فرنسا وأعوانها وبعض العملاء ما بعد الاستقلال، أعلن الاستقلال، استلم المفاتيح غير الوطنيين وغير المجاهدين، وأصبحت امرأة الشهيد، أصبحت امرأة الشهيد تكنس الأبواب وتمسح زجاج الواجهات. هذا واحد ولد شهيد، هذا سي عبد السلام، هذا واحد ولد شهيد رحم الله الشهداء. بأي منطق؟ المنطق هنا هو سراق الجهود، يخليك حتى وين تحسن الأوضاع وتركح، مثل المغنين الجزائريين. المغنون عندما أصابت الجزائر عمليات الإرهاب هربوا، وكثر خير ماجد الرومي جنه 97 كسرت حاجز الخفوشة تغنت لنا، أو فلا ما سمعناش. سراق الجهود في كل مكان، ثورة جزائرية سرقت، وكثير من الثورات سرقت.